أحسن الله إليكم أبو عبد الرحمن، تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ألو. تفضل نسمعك أبو عبد الرحمن. يا أخي عندي سؤال يا أبويا أستاذ الشيخ، في أولاد اللي جاءوا عن طريق الساحل من الجنوب من العمرة واتجهوا إلى مكة ثم راحوا للعمرة، والقبل يأخذون العمرة نزل ولد لهم عند قريب لنا هناك وراء الحل ثم نزل يأخذ العمرة، هل عليهم شيء في الإحرام ولا شيء أم لا؟ طيب، إذا كانوا أحرموا من الميقات، هم جاءوا من الجنوب عن طريق الساحل، يحرمون من ميقات أهل اليمن من يلملم، فإذا كانوا أحرموا من الميقات وبقوا على إحرامهم ومروا على أحد ليسلموا عليه قبل العمرة داخل الحرم أو خارج الحرم لا بأس بذلك، لكن يحتفظون بإحرامهم إلى أن يؤدوا عمرتهم. نعم.